بسم الله الرحمن الرحيم. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم له كن فيكون. صدق الله العظيم. عزیزان بیننده، شمایی که برنامه را تماشا میکنید در این ماه مبارک رمضان، قاری صاحبا هم هستند در خانه ها نشسته و برنامه را میبینند، حتما نمرات خود دادن و خود گفتن که من خوب تلاوت میکنم، اما امتحان است. معلوم است که امتحان تاثیرات خود را داره و در داور صاحبا که اونجا نشستن نمره میتن، لحظه ای که نمره داده میشه و امتحان میشه تاثیرات خود را داره. خوب، ماه رمضان ماه نزول قرآن است و چه خوب زیبا هست که تلاوت قرآن را زیادتر در این ماه نزول قرآن داشته باشیم. در این قسمت حال از قاری صاحب توفیق حضرتی خواهش میکنیم به جایگاه تشریف بیارن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما قلنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله
حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا صدق الله العلي العظيم ورتل القرآن ترتيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفكر ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل
بسم الله الرحمن الرحيم ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على صدق الله العلي العظيم. ورتل القرآن ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها ما
ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا صدق الله الكبير المتعال. بسم الله الرحمن الرحيم. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون صدق الله العظيم عزیزان نهایت گرانقدر و دلدادگان راه الله لحظات آخر برنامه کنونی ما هست هر روز هم رقابت ادامه دارد که زون کابل یا مرکز کی میتواند به دوره های بعدی راه پیدا بکند برنامه های ما را فراموش نکنید تا روز بعد